عمرك فكرت إيه الحاجة الحلوة اللي حصلت يوم عيد ميلادك؟ مواليد 6 إبريل. فيودور لينون، عالم كيمياء حيوية ألماني وحاصل على نوبل في الطب. جيمس واتسون، عالم أمريكي في علم الوراثة وحاصل برضو على نوبل في الطب. بيلي دي ويليامز، ممثل أمريكي. وجورج زامفير، موسيقي روماني. هارست شتورمر، عالم فيزياء ألماني وحاصل على نوبل في الفيزياء. بول رود، ممثل أمريكي. روبرتو كوفاتش، لاعب كرة قدم كرواتي. زاك بريف، ممثل أمريكي. أحداث 6 إبريل. انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة. نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إيربا في البحر المتوسط. افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا. روبرتو بيري، المكتشف الأمريكي، يصل إلى القطب المتجمد الشمالي. بدء ثورة مهاماتا غاندي في الهند. دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك. أعياد ومناسبات 6 إبريل. احتفال بسلالة شاكري الملكية في تايلاند. احتفال بيوم الترتان بمناسبة قانون منع لبس زي الترتان الاسكتلندي. ميلادك أحلى وكل سنة وانت طيب. تابعونا.